وأدائنا للكبير تهانينا لمالكها سعود بن محمد بن ناصر الشامسي. التوقيت الزمني 9 دقائق 13 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا يا سعود يا بن ناصر يا الشامسي على هذا الفوز. مركز الثاني كانت أمجاد حمدان بن راشد بن سعيد الشامسي، وتوقيته الزمني 9 دقائق 15 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث تسع دقائق 17 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. وكانت كانت متابعنا الكرام ظن سيف بن خليفة بن سعيد بن راشد الشامسي الكتبي عفوا. متابعنا الكرام تهانينا والناموس لجميع الفايزين. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، هكذا وعلى بركة الله وتوفيقه ينطلق شوط جديد من اشواطنا لهذا اليوم الذي اعلنت انطلاقته في المخصص بكاري لذاع المهجنات الاصايل. انطلاقة موفقة نتمناها للجميع مع هذه الاسماء الحاضرة في هذا الشوط والمنطلقة على ارضية هذا الميدان. متمنين التوفيق بإذن الله تعالى للجميع بالتوفيق والنجاح وحصد النواميس على أرضية ميدان الوثبة وضمن هذا المهرجان الكبير، مهرجان جائزة زايد الكبرى. نذهب إلى المقدمة على الصدارة السالمية. هنا جمال بن راشد بالشاوي الأغفلي الذي يطلق السالمية على مستوى المركز الأول، بينما في المركز الثاني التقدم من الراعبية خليفة بن عبد الله بن محمد القعود الذي يأتينا بهذه الانطلاقة على المركز الثاني، بينما في المركز الثالث القدوم من الهدة أحمد بن محمد بن فاضل بن عبد الله المعمري على ثالث المراكز. من تسير إلى ميمنة الميدان في هذه الانطلاقة، بينما في المركز الرابع هناك فاروق عبد الله بن سعيد بن سالم بن خليفة الكعبي مقدما لنا بروق على رابع المراكز. هذه هي على المركز الخامس الوسمية، الوسمية حميد بن حمد بن محضة الشامسي الذي ياتينا بهذه الانطلاقة على المركز الخامس. المركز السادس تقدمت من خلال هذه اللحظات خيال خليفة بن علي بن جاسم الرزي الشامسي الذي يتقدم بانطلاقة خيال على المركز السادس، بينما في المركز السابع هناك الوصول في هذه اللحظات من الزود موفي بن عويضة بن محمد بن محسن الكربي على المركز السابع. المركز الثامن الانطلاقة القادمة في هذه اللحظات، هذه هي المتقدمة من خلال هذه اللحظة مرموقة محمد بن بخيت بن هديب اليربوع المري القادم في هذا الاندفاع القوي. وهذه اللحظات بينما في المركز التاسع تقدمت شقرة سهيل بن عوض بن زايد المنصوري مقدما شقرة على المركز التاسع. وعاشر الأسماء هذه هي شان مبارك بن علي بن مسلم المنصوري الذي يقدم لنا شان، والدخول كذلك على الزاوية اليمنى بانطلاقة وحضور أصفهان مبارك بن سعيد بن محمد الخيالي بن حمدش الخيالي قادما بكل قوة. هكذا نتيجتنا المذاعة إلى مشاهدة ومسامع حضراتكم للعشر المراكز الأوائل المتقدمين المنطلقين بقوة مع هذا الشوط الذي يحمل المنافسة المثيرة مع هذه الشعارات الآتية من جميع ميادين مجلس التعاون الخليجي للمشاركة على أرضية ميدان الوثبة ومع هذا المهرجان الكبير
الكبير مهرجان جائزة زايد الكبرى، عودتنا إلى المقدمة والصدارة. الله الراعبية هي في المركز الأول، الراعبية على طليعة الشوط تنطلق بمقدمة هذا الاندفاع. خليفة بن عبد الله بن محمد القعود الذي يطلق لنا انطلاقة الراعبية على المركز الأول، بينما في المركز الثاني الهد أحمد بن محمد بن فاضل بن عبد الله المعمري على المركز الثاني. المركز الثالث تقدمت السالمية قادمة بهذا الشعار، جمال بن راشد بالشاوي الأقفلي مقدمة للسالمية. المركز الرابع مرموقة محمد بن مخيت بن هديب اليربوع المري القادم، شعار الزعيري يتقدم إلى المركز الرابع، بينما في المركز الخامس التقدم من خلال هذه اللحظات القادمة هنا الذيبة، حمدان بن خالد بن حمدان الفلاحي الذي يطلق الذيبة على مستوى المركز الخامس. المركز السادس تقدمت هنا بهذا الوجود الممتاز مياس قادمة، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المجازف الذي يتقدم بهذه اللحظات ليقدم لنا مياس مع الصفوف الأمامية مع الشعارات المتقدمة. وكذلك رى هذا السيل الجارف من هذه الشعارات القادمة بكل قوة التي تشكل لنا هذه السمفونية الرائعة من هذه الأسماء هنا في هذه اللحظات. وعدسات قناة ياسر الرياضية ترصد لنا هذه الشعارات، ترصد لنا هذه الأسماء. عودتنا من جديد مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء إلى شعار الزعيري الذي ينطلق مع مرموقة ليتقدم محمد بن مخيت اليربوع المري الذي ينطلق بالصدارة. المركز الثاني أصفهان، معاك يا بن حمدش مبارك بن سعيد بن محمد بن حمدش الخيالي أبناء الخزنة المتواجدين بقوة، بينما في المركز الثالث القادمة بكل قوة هنا الذيبة حمدان بن خالد بن حمدان الفلاحي في هذه الانطلاقة المثيرة وهذا الأداء الرائع. وأرى كذلك القدوم من بروق عبد الله بن سعيد بن سالم بن خليفة الكعبي، هنا الشعارات القوية، الأسماء بدأت بالتقدم. وأيضا أرى الوصول من الشبابية عامر بن حمد بن حفصان المنصوري، وكذلك التقدم على الزاوية الأخرى مزنة سالم بن عامر بن حمهي المنصوري، ولكن بن حمدش إلى المركز الأول مع أصفهان. هذه أصفهان، مبارك بن سعيد بن محمد بن حمدش الخيالي مياسة في المركز الثاني، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري الثالث، القادم السيوف أحمد بن سالم مضمير. وهنا تقدمت في هذه اللحظات الذيبة حمدان بن خالد بن حمدان الفلاحي، الامتار الاخيره، الامتار المجنونه، الامتار النهائيه، الصداره مع هذا الشعار. هذه هي الذيبه. وكذلك الوصول من الهد احمد بن محمد بن فاضل بن عبد الله المعمري، الامتار المجنونه، ولكن الصداره مع الذيبه. ولكن العزره قادمه، محمد بن سهيل بن عويضان قادم ابو حمد قادم، ولكن هذه الذيبه والهده والعزره، ولكن الذيبه. تهانينا الى حمدان بن خالد بن حمدان الفلاحي، سلام العاصم ابو ظبي سلام، ومشكور سلطان بن عبد الله الوهيبي بن مسلي على هذا الأداء المميز ما شاء الله. المركز الثاني يذهب إلى الهد أحمد بن محمد بن فاضل بن عبد الله المعمري، ثالثا يذهب إلى العزرة محمد بن سهيل بن عويضان العامري، بينما في المركز الرابع والخامس كان الدخول سريع في انطلاقة هذا الشوط، عودة بالتوقيت الزمني وساعة وصول الذيبة إلى خط النهاية. سلام العاصمة الحبيبة أبو ظبي سلام، تهانينا إلى حمدان بن خالد بن حمدان الفلاحي، حيث سجلت 9 دقائق 10 ثواني وأربع أجزاء من الثانية. تهانينا على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني
الهدى. المركز الثاني يذهب الى الهدى، احمد بن محمد بن فاضل بن عبد الله المعمري، ومشكور سعيد بن سالم ودعين عين العويسي من قدمها في مركز الوصافة. التوقيت الزمني 9 دقائق 10 ثواني، 6 أجزاء من الثانية. بينما في المركز الثالث العزرة محمد بن سهيل بن عويضان العامري، 9 دقائق 10 ثواني 7 من الأجزاء من الثانية.